بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي، معكم أنا مصطفى قناة رفيق الدرب، الدرس 77 شرح منهاج اسطنبول المستوى آيكي كتاب الدروس. كولتوردان كولتورا، من ثقافة إلى ثقافة. جالانك سل، جالانك تقليد، مثل لما نقول عادات وتقاليد. جالانك تقليد، سل هي لاحقة بتساوي صفة، تقليدي. أويون لعبة أو مسرحية أو تمثيلية. أويون لار، ألعاب تقليدية. جالانكسل أويون لار. كاراغوز و هاجيوات. كاراغوز Türkiye'deki eski ve önemli bir gölge oyunudur. Karagöz, Türkiye'deki illi fi Türkiye, ellezî fi Türkiye, eski, kadim ve önemli, zat ehemmiye, bir gölge, gölge, zıl, zıl, oyun la'bi, u mudaf, u dur, للتأكيد. لعبة، لعبة ظل، يعني نحن بالعربي من إلا من ألعاب خيال الظل. لعبة ظل مهمة وقديمة اللي في تركيا. إنسانلار، الناس، أهلن مك إتشن، من أجل التسلي، هذا مصدر، من أجل التسلي. كاراغوز أيونا، إلى لعبة كاراغوز جدارلار، هم يذهبون إلى لعبة كاراغوز من أجل التسلي. بو أويوندا، في هيل، في هيل لعبة. كوكلا، كوكلا يعني الدمية، لار الدمى. طيب، من الذي هذا الآية مفعول به؟ في عنا هم بو أويوندا، في هيل لعبة، كوكلاجي. شوف هون في كلمة كوكلاجي، كوكلاجي، كوكلا دمية. كوكلاجي هذا الشخص اللي بيشتغل، اللي عم يلعب الدمية. كوكلا، كوكلالاري بير بردة دا أويناتر. أوينا، أوينات هون الفعل. أوينات هو فعل جاي من الفعل أوينا. أوينا يلعب، أوينات يلعب بالتشديد، الأ والرا زمن واسع. تمام، اذا كوكلاجي هذا الشخص اللي ماسك الدمى، يلعب يعني بيحركين، يلعبن في برداية ما. يلعب شو؟ يلعب الدمى، الدمى مفعول به في حالة بلرتما. أسطى المعلم، كوكلالاري دريدان يابار، المعلم بيساوي الدمى من الجلد. و بويار وبدهنين، الري زمن واسع. بردنن أركاسندا، بردنن بردة، برداية، الناحي مايل إن مضاف إليه، أركا وراء، ساحي مايل إن مضاف، الناحي مايل والضافي، في خلف البرداية. كوكلالاري أويناتر، يلعب الدمى خلف البرداية. بو كيشينن أدي، اسم الشخص هذا هياليدر، اسمه هياليدر، هذا الشخص اسمه هيالي، هياليدر. هيالي الحرف الاي نعطي شوية مادة في الصوت، هيالي. كوكلا لارا چوبوك تاكار، اونلاري اويناتر، يلعبهم يعني بحركهم يمين ويسار، بيعلقهم بچوبوك يعني عود، يعلق عود إلى الدمى ويلعبهم ويحركهم يعني. فكونشترور، كونشترور، كونش فعل يتحدث، يتكلم، يتحدث. كونشتر بيخليا يحكو يعني يحدثه يعني بيخليا يحكو، الأورا زمن واسع. تمام، إذن هيالي هذا الشخص اللي ماسك الدمى بلعبين،
هذا الشخص شو بيساوي؟ أول شيء بيعلق عود على الدمى، بلعبن يعني بحركن يمين يسار إلى آخره للدمى، وكونشترور وبيخليهن يحكوا، يعني هو بيحكي عني. أين الزمان ده؟ في نفس اللحظة في نفس الزمان أيون سراسندا في أثناء اللعبة شاركلار أغاني سويلار يغني أغاني الري زمن واسع الراء. إنسانلار يسا أما الناس بنو إزلارلار هم يشاهدون هذا. هذا كما مفعول به الناحماية اللي هو مفعول به بالرتمة وآلانيرلار ويتسلون الإيو الراء زمن واسع لار هم يتسلون. Long dong. Long dong Çin'in geleneksel gölge oyunudur. Kemal la'bet zil yani hayal zil taklidiye besey la'be lemin lassin l'inhan mudafili. Ustal muallim bu oyunun kuklalarını deriden yapar. Bisavi minel cilid bi'amle minel cilid bi'amul şu hennin duma. Duma min duma la'be hadihi. أيون الأن مضاف إليه هذا الأ مضاف ناحية الأ مفعول به للفعل يب. دريلرن أزرنا إلى فوق الجلد. أزرنا إلى فوق الجلد موتيف لار تيزار لار تيز رسم الأورا زمن واسع لار هم يرسمون موتيف زخرفي نقوش وين إلى فوق الجلود وبويارلار بويا فعل الدهن ر زمن واسع لارهم يلونون أو يدهنون. بو أيون سراسندا في أثناء المسرحية هذه أو في أثناء هذه اللعبة كوكلاجلار هو الأشخاص المسكين الدمى شاركلار أغاني سويلارلار يغنون أغاني شاركلار بعضاً يكسك سسلة بعضاً ألشاك سسلة سويلار يغنون الأغاني أحياناً مع صوت مرتفع وأحياناً مع صوت منخفض. بونراكو جابون كوكلا سانتدر فن دوما ياباني. بونراكو كوكلا لاري بيوك أولور هاي الاسم هذا بونراكو الدوما تصبح كبيرة. اوج كوكلاجي كوكلا لاري أويناتر في ثلاث أشخاص بيمسكوا الدوما بيلعبوا الدوما يعني بيحركوا الدوما. كوكلاجلار هدول الأشخاص الثلاثة أيون دا في اللعبة جنالكلا عادة جلنكسال جابون هكاية لري أنلاترلار. في هاي اللعبة إيش بيساووا هول الأشخاص الثلاثة عادة؟ بيشرحوا عن حكاية يابانية تقليدية. كوكلاجي الشخص هذا الماسك الدمية سياه بير ألبسة جيا جي فعل اللبس الأورا زمن واسع يلبس لباس أسود وبردنن أركسنا ساكلانماز تمام وخلف إلى لا يخبى إلى وراء البرداي ساكلانماز لا يخبى تمام. هذا الشخص واحد منن هذا بيلبس لباس أسود وما بتخبى وراء البرداي. Sizin ülkenizde fi devletikum benzer bir oyun var mı? Hal mevcut la'bi müşabiha anlatalım lineşrah. Sınıf dili. Luga saffiye. Noktalama işaretleri. Alamat etterqim. A. Nokta. An nokta. Tınudev ahir el cümle arkadaşlarım azdıkai beni çok sever yuhibbuni
بني سافر يحبوني كثيرا. شو حطينا؟ نقطة. ب فيرجل، فيرجل يعني فاصل. أبا علي، عائشة وأحمد جالدي. أجا إلى البيت أحمد وعائشة وعلي. الفاصلة، لاحظوا حطينا هون فاصلة. إلى البيت علي، في الحكي سكتنا، في الكتاب حطينا فاصلة. أبا علي، عائشة وأحمد جالدي. جاء صرو إشارتي، علامة الاستفهام أو علامة السؤال. إسطنبول، يونيفرسيتاسي، جامعة إسطنبول. نردى، في أي مكان، حطينا هون علامة استفهام. تشا، إن لم إشارتي، علامة التعجب. ياشا سن، ياشا فعل عيش، السن أمر لهو، ليعيش. تعطيلا إلى العطلة، جيديوروز، رايحين على العطلة. لما نحن مثل نحن ياشا سن ليعيش، نحن نقول مرحى. دا كسمة إشارتي، علامة كسمة القطع. تركيا يا، هون شو صار؟ في قطع في الكلام. تركيا يا، هون تركيا اسم خاص، أزال اسم لسبب، حطينا هون علامة القطع. يا حماية الآئلة. بير آي أنجا جالدم، أتيت قدمت قبل شهر إلى تركيا. Aşağıdaki cümleleri uygun noktalama işaretleriyle tamamlayalım. لنتم، لنتم مع علامات الترقيم المناسبة لنتم الجمل. الجملة الأولى، إسطنبول ne zaman geleceksin؟ هون أول شيء إسطنبول، هون نحط علامة كسمة إشارتي لأنه إسطنبول اسم خاص، حطينا هاي العلامة. نزمان جالا جاكسون، نهايته هذا سؤال، نحط صرو إشارتي، تمام، علامة الاستفهام. متى نزمان ستأتي، أي متى رح تجي على إسطنبول. بان تركشا أوران يوروم، هاي الجملة بدها نقطة بنهايتها، نقطة. بو أربا، هاي السيارة، سنين ما، هل لك، بدنا نحط شو، علامة استفهام. أنقرة، إزمير، إسطنبول، هون بدنا نحط إجباري فواصل، فاصل. أنقرة، إزمير، وإسطنبول، حطيت أنا با. طيب إذا ما حطيت با بيصير، بيصير، بس شو لازم حط، حط بهالحالة، حط علامة الفاصل، بيصير. تركيا، كمان تركيا هون بين الآ والنا نحط علامة القطع كاسم إشارتي، ليش؟ لأنه تركيا اسم خاص، أزال اسم، وبالنهاية ما ننسى نحط نقطة. أيوة، أيوة، هون في تعجب نحط علامة إشارتي. جيش كالدن، بقيت متأخر، كمان نحط نقطة. أرنلم، أرنلم، أرنلم لنتسلى، أرنلم لنتعلم. أشادكي تكلم لري، تكرار ليلم. لنكرر، تكلم، تكلم بالعربي ما في كلمة مرادفة مقابلة لتكلم. نحن بالعرب مثلا بس منقول عبارة صعب أنه هي حكية، صعبة النطق، مثل يعني مثلا أعطيكم عبارة بالعربي، مثلا إحنا لما منقول خيط حرير على حيط أم خليل، خيط حرير على حيط أم خليل، هي العبارات، هي العبارة هو عبارة عن كلام يصعب نطقه، تمام. بالتركي هي النوع من العبارات اسمها تكارلما، تكارلما، تمام. لنكرر التكلم لري، اللي في الأسفل، العبارات صعبة النطق، هيك نترجمة، عبارات صعبة النطق. بيزدا، نحن أيضا، كندي ديلي مزدا،
في لغتنا الذاتية يعني لغتنا اللي إنا مالتنا تكرلما سويلة يلي ولي نحكي كمان تكرلمات في لغتنا كارتال كالكار دال ساركار دال ساركار كارتال كالكار طبعا كمعنى كارتال هو العقاب كالكار ينهض يقلع يعني الآورة زمن واسع العقاب يقلع ينهض ضال الغصن ساركار يهتز ساركمك الآورة زمن واسع يهتز ضال ساركار الغصن يهتز العقاب يقلع يعني يطير يعني مع الكلام ينهض مثل نحن نقول الطيارة أقلعت كالكار هاي شو هاي اسمها هيك بالتركي تكار لما نحفظ هاي الأسماء بالتركي بالعربي إذا كنت ترجمة بتكتب عبارة صعبة النطق ما عندنا هيك كلمة محددة با جيترين جا الجيترير يال جيترير سال جيترير جيترين جا الجيترير يال جيترير سال جيترير جيترين جا يعني عندما يجلب عندما يحضر الجيترير الأجنبي يجلب ال تجي معنى يد وتجي معنى أجنبي يال جيترير يال يعني رياح يجلب رياح سال جيترير يجلب سيل جيترنجا عندما جيتر يأخذ يحمل يقل عندما يأخذ ال جيترير يال جيترير سال جيترير üstü üç taslı taç sablı üstün tası çaldıran mı çabuk çıldırır yoksa iç içe 100 ton saç kablı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır üstü foka üst taslı taç sablı sab zira mesela mıklay mala zira sab ذات زراع تاج تاج ذات طاسي طاس نفس العربي طاسي فوقة üstü 3 ثلاثة تنج برونز طاسي ثلاث طاسات برونز تشال درانم اللي بيخلي يسرق هل بيخلي يسرق ثلاث طاسات برونزية الطاسات البرونزية إلى ثلاث إلى زراع إلى زراع تاجي وإلى ذات ثلاث طاسات فوقة تشابوك بعجلة تشلدرر هل يجن بعجلة تشلدرر يجن يعني بجن يقصى ولا إيش إيشا متداخلات 100 طن 100 طن ساتش كابل چانı قلدران مي تشابوك تشلدرر بجن بسرعة هل اللي بيرفع جرس جرس چان كلمة چان تعني جرس والهي مفعول به الفعل كالدر ولا هي ولا اللي ولا بجن بسرعة اللي بيرفع جرس مغطى كابل مغطى شعر ساتش 100 طن متداخلين اتشا تمام طبعا هدول تكلم اسمين يعني عبارات تقال من أجل وقوع في الخطأ يعني في الكلام يعني تمام يفضل أنه نحفظ نحفظ هيك حتى مثلا واحد سألنا أنت هل تحفظ تكلم تكون جاهز عنا لهون انتهى درسنا أصدقائي اللي عنده تكلم حافظة اكتبها بالتعليقات واشرح لنا حسب لهجاتكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته